السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، هذا اللي كتشوفوا دراك كيظهر لكم في الفيديو، هذا هو البيان الرسمي اللي صدرته الرئاسة الجزائرية عبر وزارة خارجيتها، وهذا بيان تنديدي من الرئاسة الجزائرية ومن الجزائر، يندد بالاعتراف الرسمي لإسرائيل بمغربية الصحراء. ولا رجعت بكم الذاكرة، كان هناك بيان آخر رسمي صادر من الرئاسة الجزائرية وعدت فيه المغرب بالحرب على أنها غترد على الشاحنات الجزائرية الثلاث اللي كان دخلوا المناطق العازلة، واتهمت الجزائر المغرب لأنها قصفتهم ومن وراء مقتل ثلاث جزائريين أو أربعة. خلاص، القول دائما التنديد والوعيد وغردوا على المغرب، فقط بين قوسين في الخلاص القول قد نباح. هذا البيان التنديدي بالاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء إلى قريتوه غيحجلكم على أنه الجزائر كتدافع على الصحراويين، وأن الجزائر مكة التوار وقبلة التوار، وذيك الخرافات اللي كتستبغل وتستحمر الجزائر شعبها وكذلك سكان مخيمات تندوف. عندنا تسريبات صوتية من صحراويين عاشوا في مخيمات تندوف وتكونوا في الجزائر وقراوا في المدارس الجزائر، وهنا كنتكلم بالضبط على الفاضل أبريكا. نعرفوا من الفاضل أبريكا، هل فعلا الجزائر كتدافع عن الصحراويين؟ وهل فعلا الجزائر ضد الإسرائيل؟ نسمعوا التسريبات. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. هذا نفس الشيء يقولوا لك، نحن مع الشعب الصحراوي، مع قضية الشعب الصحراوي كذا. أفة الصحراويين هم الجزائريين، أفة القضية الصحراوية هم الجزائريين، أفة أهل الصحراء هم الجزائريين. اللي يلعب بالمصالح الصحراويين ويستقلهم لتصدير أزماته هو الجزائريين. اللي عذب ويهين الصحراويين هم الجزائريين. إلى عاد اللي خالقين 20 ولا 30 مسجونة في المغرب، خالق آلاف المسجونة في الجزائر، لأنها تندوف والمخيمات في حد ذاتهم هم السجن الأكبر. هناك سجن الأكبر وهناك سجن الأصغر، هناك سجن كبير سجن الأكبر اللي قالوا المخيمات اللي ساجن فيه الجزائريين الصحراويين، مزقنا عليهم الأرباط، محارستهم بالقوات، توخذ تقبض رخصة، توخذ على الجيش الدرك الديوانة الجيش، يعني تسبق في الجيش وفهم تقيس الدرك والديوانة وفهم تقيس الجيش، يعني هذا النوع. وكل مخيم مزقنا عليها ربط، التندوف ما تمركها ما هو بالأرض ميسيون، الحدود الجزائرية ما تمركها ما هو بالأرض ميسيون، وبالتالي صحراويين كاملين في السجن الأكبر زيادة على مئات صحراويين الموجودة في السجون الثانية. هذا يقول بالتالي ولكن احنا مع الصحراويين وكذا ومع القضية الفلسطينية، هذا كلا نقال له نفخ الشدق. يعني هذا سياسة التناقض بين الخطاب والممارسة شيء يعني عرفناه فيه من البداية. يقولك احنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة، شي الزاول فلسطين ظالمة ومظلومة، شي الزاولها نقط. كانوا ذيك الساعة يعطوا جوازات سفر الحركة فتح وحدها ذاك الزمن الأول، فهم قاع ما تلاقات في فلسطين عاد مستقني عنهم. شي قط عطاوها؟ ما قط عطاوها الصواريخ، ما قط دربوا لها الجنود، ما قط عطاوها، ما قط احتضنوها. شنو اللعب الشعارات توف يعني نحنا مع فلسطين ظالم، شو الزاول فلسطين؟ ثانيا هم يقول لك احنا ضد التطبيع، فعلا شوف هم يقول لك احنا ضد التطبيع. السفاره الفلسطينيه، السفاره الاسرائيليه في مصر، ثانيا هم استقبلوا محمود عباس، استقبلوا محمود عباس، قيم محمود عباس من عندهم واستقبل وزير الدفاع في داره، وزير الدفاع الإسرائيلي.
يعني هم أدرى من فلسطين، في من أهل فلسطين فيها. هذاك نوع من العبارات اللي يروج للشارع الجزائري اللي لا حول له ولا قوة، نحن ضد التطبيع. نحن الجامعة العربية اللي هم يحاولوا اليوم أعلنها نجاح القمة العربية، والجزائر قادية فيها الحريقة الدور تنجح هذه القمة، جل الدول العربية عندها التطبيع لا من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة. حاليا هذاك اللي يقول لك هذاك المصطلحات اللي صدرهم وتوف، هذاك شيء للاستهلاك الإعلامي لا زيد ولا أنقص، اللي يعيش ذليل ومهان ورذيل في الخارج هو الجزائري. لماذا؟ لأنه يعيش بالسرقة، ما يعيش كيف يجي كيف اللاجئين هذو الآخرين، ما يجيش كيف الأجانب. الجزائري يجي يحوص على حاجة يسرقها ويرجع للجزائر. بالتالي هذا النيف عندك، واسم النيف واسم الكرامة، والكرامة فين هذه الكرامة اللي لقيت انت وشريتها؟ اللي كانت كان غير الكرامة هذيك اللي عندكم انتوما، انا ما نحوص لها اسم الا ودلها. فهمتني؟ ثانيا باش تعرف بانك جاهل ولا تعرفش، تقول لي انا سب المليك، والله قاعد يسب في المليك، واش قاعد يسب في الرئيس الجزائري ولا الرئيس الموريتاني؟ ما عندي ما نسب فيهم، انا ما عندي خويا ما نسب فيهم، انا مواطن راني ساكن في اسبانيا، ما خاطيتني ذاك السب. لكن الواقع المطروح هو الفقر. اشوف هذاك قارورة الغاز، غاز دولة الغاز، الجزائر دولة الغاز، شوف المواطن الجزائري، شوف باش هذا النيف، هذه هي الرفاهية، هذه هي الحرية. اللي يعيش ذليل ومهان ورذيل في الخارج هو الجزائري. لماذا؟ لأنه يعيش بالسرقة، ما يعيش كيف يجي كيف اللاجئين هذو الآخرين، ما يجيش كيف الأجانب. الجزائري يجي يحوص على حاجة يسرقها ويرجع للجزائر. بالتالي هذا النيف عندك، واسم النيف واسم الكرامة، والكرامة فين هذه الكرامة اللي لقيت انت وشريتها؟ اللي كانت كان غير الكرامة هذيك اللي عندكم انتوما، انا ما نحوص لها اسم الا ودلها. فهمتني؟ ثانيا باش تعرف بانك جاهل ولا تعرفش، تقول لي انا سب المليك، والله قاعد يسب في المليك، واش قاعد يسب في الرئيس الجزائري ولا الرئيس الموريتاني؟ ما عندي ما نسب فيهم، انا ما عندي خويا ما نسب فيهم، انا مواطن راني ساكن في اسبانيا، ما خاطيتني ذاك السب. لكن الواقع المطروح هو الفقر. اشوف هذاك قارورة الغاز، غاز دولة الغاز، الجزائر دولة الغاز، شوف المواطن الجزائري، شوف باش هذا النيف، هذه هي الرفاهية، هذه هي الحرية. يبدو اعلانكم ما قريتوا قاع، يبدو عنكم ما قريتوا، وافتخر بالجزائر. ودائما هذاك الكلام دائما تعودنا عليه منكم، والجزائر قبلت الثوار ومكت الأحرار، والجزائر القوة الضاربة، الجزائر آفة. الجزائر فيك أنت وفي أمثالك. الجزائر دولة قوية بخيراتها، ولكن آفتها في أمثالك أنت وأنت وأمثالك، اللي يوفى عليكم الوقت قاعدين في القهاوي، لا خدمة لا ردمة. شوف أنا راني أخبر منك في الجزائر، ونعرف الجماعة اللي تقوم تنوض من الديار مع الصباح وتروح للقهوة وتتم في القهوة إلى الأربعة مع العشية، اللي قالت شي تسرقوا بحالك، هذاك عادي، ما لقات شي تسرقوا ترجع. ومشي ادخل إرزيوي، بمشي قبل طريق قايس مستقانم، قبل ما توصل إرزيوي بكيلين 2 كيلو، خرس علي ذاك اليمني بنت قاس فم القمامة تاع الكب. شو شحال من جزائري فم يبحث عن الخبز في القمامة، كم من جزائري يبحث عن الخبز في القمامة. شوف واد السمار اللي خارج من الجزائر العاصمة، ما زالت فيه الأكواخ في العصور الوسطى. شوف شحال من الطرق عندكم، شوف وين هو الخط الأخضر عندكم،
مرتبط بالسواحل. لماذا ليست هذا، ما هو ضعف من الجزائر ولكن ضعف من المواطنين أمثالك أنت اللي عايشين على السرقة وعايشين على القهوة والشم؟ ولكن شوف، مشي لوت شي واحد صحراوي ما يعرف، أنا راني خويا خريج من البوليدة، تعرف البوليدة؟ راني خريج من البليدة خويا،